مرحبا بك سيد سفيان. مرحبا بك اخي نوردين وصحافتكم. زيد شويه الصوت تاعك. قلت لك مرحبا بكم وصحافتكم. اهلا وسهلا وصحة الفطرك. جزاكم لاباس بخير خويا نوردين. لاباس الحمد لله. معنا رئيسة الحزب نتاع العدل والبيان السيدة صالحي نعيم. تفضل الاخ سفيان بالسؤال تاعك. والله انا هذا السؤال برك احنا حابين نتحقق برك المعلومه هذه باسكو سمعناها صافي نهار يوم الانتخابات كانت واحد المضايقات الاخت نعيمه مع ابو جرار سلطاني. نحاولوا برك نفهموا شنو هما المضايقات اللي كانت برك. هذا كان مقلب دارت هدنة مع جريده الشروق وللاسف وانا كنت طبقت لي الاعلام عندنا ماهوش نزيه ماهوش مستقل. بعثوا لي صحفيه، هذه الصحفيه استقبلتها وكنت مشغوله جدا يعني والحت عليا باش ندير معها حوار. درت معها حوار عادي فيه 1600 كلمه مسجل، فسالتني على مجموعه من الشخصيات الوطنيه حتى انها سالتني حتى على زوجة ابو زرع. فجاوبتها يعني قلت لها انا ابو جرى السلطاني كان استاذي. قلت لي كيفاه كان استاذي؟ قلت كان استاذي لانه كان داعيه في الجزائر في قسنطينه وكان يمارس هذا يعني كاستاذ وفي نفس الوقت كان مهتم بالجانب الدعوي. وانا واحده من الناس اللي تاثرت بالكلام نتاعو وكان له فضل علينا، يعني انسان ما ينكرش على الناس بعض من الاشياء اللي دارها. أنا مثلاً أبو جرى السلطاني كان لقى عندي موهبة الكتابة شجعني على الكتابة وبسببه اللي درت 3 كتيبات. أيضاً التمس فيها هذه الطاقة هذه حبي يعني عرفني في ذاك الوقت على زوجته وعلى عائلته وعلى ودخلني في المجموعة نتاعهم هذه تاع جمعية الإرشاد والإصلاح. تعرفت على الشيخ الدكتور شرفي الرفاعي فحطوني انزلوني منزلتي يعني حقيقه، فما بيناتنا غير الخير يعني ما كان حتى اشكال اطلاقا. انا لما قريت جريده الشروق فزدوني يعني انا كنت مقبله على الحمله الانتخابيه وانطلاقه قويه، فلما قريت العنوان صدمت. باش يبيعوا الجريده؟ لا، هيك هما كانوا يحبوا يضربوا يعني كانوا من الاول كانوا مخططين باش يكسروا حماس. ف بحثوا يعني هكذا، وكان من قبل في 2006 بعثوا لي صحفي واحد اخر لان ذاك الصحفي في الجزائريه وحب باش يدي مني كلام ايضا باش يضرب ابو جرى السلطاني انا ذاك. فانا بالنسبه لي ابو جرى السلطاني كان استاذي في الجامعه. اخذنا عنه العلم وكان يوجهنا في الجامعة بكري، فكلمة كاش قالت هي في العنوان نتاعها يلاحقني. نعم مفهوم. أنا لا أقول كلام مثل هذا لأن هذا المعنى هكذا مقصوص كما ويل للمصلين وتحبس. نعم. واحد تقول رجل مرأة تقول رجل يلاحقني، واش تفهم من الكلام هذا؟ نعم. كلام خطير هذا. ولا يعقل ان امراه محترمه ومتزوجه وعندها اولادها ورئيسه حزب تقول كلام مثل هذا. نعم. حتى ولو كان صحيح ما تقولوش. صحيح، هذا هو اللي يعني الناس لما قراوا هذا الكلام يعني كان الاحساس نتاع اغلبيه الناس كانوا يقولوا سبحان الله كيفاش يعني مراه تقول هذا الكلام هذا على رجل كان استاذ تاعها. لا مش معقول يعني انا درنا نزلنا تكذيب، ولكن التكذيب نزلوه في ركن وراح زوجي انا لانه زوجي كان معايا كي كنت ندير في الحوار. قال لك شاهد من اهلها. فراح لها قال لها يا بنتي انت كيفاش تقولي كلام مثل هذا وما تنسيش هذه راهي زوجتي وراكي هكا تمسي السمعه تاعها والسمعه تاع السيد. وسلطاني راهو ايضا استاذ تاع زوجي ايضا. فقالت له كي ضغط عليها وقال لها انا يا بطه تجيبي لي مسجله ولا نرفع لك دعوه قضائيه. قالها نتحاسبوا في الامر هذا. قالت له تحب نصارحك انا خاطيني؟ قالت له انا يا رئيس التحرير. قال لي هاتي المسجله هنا وانا نتصرف. قالها ريت نحى 1000 كلمه وخلى 600 كلمه وعدل فيها. قالت له انا ما تديني لا العداله لا والو دبر راسك معاه.
صح زوجي لرئيس التحرير قالوا ما تنزعش هو قضيه برك وخطا برك وما كاين والو ونزلوا تكذيب ونزيدوا ندير لكم اعتذار. نعم تكذيب نزلوه والاعتذار ما داروش وحنا كنا مشغولين مع الانتخابات. نعم سفيان كثير من الناس سالوني سفيان راك لبرا لا لا راني نسمع في الزف لا مش انت احنا اللي عندنا الاولاد هنا في لا 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 راني نسمع في الزف لا لا نسمع في الزف تاع الطوموبيلات البرا لا راني في اوكي ما فيش مشكله تفضلي سيده صالحي معذره على المقاطعه اظن ان الصوره اتضحت نعم جيدا كان عامل تاع مقلب بحبوا يديروه باش يكسروا الحركة وفي نفس الوقت باش يشوهوا سمعة أول مرأة جزائرية متحجبة ولذلك هما دائما يشجعوا في الناس اللي يسبوا في أبو جرة سلطاني أنا ما سبيته ولا راح نسبه نعم